طيب هسه راح نرجع للفيكتور 2D. احنا تقريبا خلصنا اغلب المتوازي اضلاع، كل الافكار انه خلص مباشره بشبك بخليهم مع بعض زي هيك، بطلع الزاويه اللي بينهم، بعدين راس راس وذيل ذيل، بطلع الزاويه المقابله من قوانين الشكل الرباعي، بعدين باخذ مثلث لحال، بطبق قانون الكوساين مره وقانون السين مره، بطلع كل الوجهين. بس بتعرف القوه المحصله طلعت معي باخذها عن محور معين. طيب هسه هاي الطريقه كانت اسمها متوازي الاضلاع. هسه في عندي طريقه الفيكتورز. طريقه الفيكتورز بكل بساطه يعني الكل عارفها. لو انا عندي قوه زي هيك اف وانت هاي الزاويه ثيتا، فبدي احلل اف اكس واف واي. هسه الخط هذا خط الموازي لمحور X بيمثل لي المركبة Fx، يعني هذا الخط دائما المظلل زي هيك، والـ Fy هذا الخط المظلل على Y بيمثل لي الـ Fy. طيب هاي Fy و Fx، طيب قديش مقدارها بدلالة F؟ يعني قديش مقدارها؟ بكل بساطة بشوف ايش الزاوية المائلة مع المحور، فهاي الثيتا مائلة مع محور X، فبحكي F كوساين ثيتا. طيب بعثي عادي اف كوساين ثيتا اف واي بتساوي اف ساين ثيتا، اللي هي الكوساين دائما مع الزاويه القريبه والساين مع الزاويه البعيده. لو حكى لي هاي الزاويه الفا، تكون الفا تمم الى ثيتا، فبتكون اف كوساين الفا، والاف اكس تكون اف ساين. السؤال determine the design angle theta من 0 ل 90 للستراكت AB. طيب سؤال ثالث 400 بالهوريزنتال، 400 هي المحصلة، والـ AC القوة من A ل C مقدارها 500. قول لي what the component force إذا الفاي بتساوي 40. طيب ده السؤال موجود هسه هسه بتوريك اعمله شير ستدي. الشاشة طالعة عندكم؟ بس طالع طالع في هذا السؤال حكالي جد الزاوية، الزاوية ديزاين، يعني أنا بدي أصمم هذا الجزء الـ AB والـ AC، بدي أصممه من صفر بحيث تكون ثيتا بس من صفر لتسعين، يعني إذا طلعت معي زاوية منفرجة بكون في عندي خلل أو شيء، أو إذا طلع معي زاويتين بطلع زاوية واحدة. حكالي الـ AB مش الـ AB، في عندي قوة محصلة مربوطة عند A مقدارها 400، وحكالي الـ Component AC، يعني AC هاي من A ل C مقدارها كم؟ 500. شو حكالي؟ حكالي إذا فاي 40، يعني أعطاني هاي 40، اللي أوجد ثيتا، يعني هو عكس الأسئلة اللي قبل، أعطيني متجهين أو بيعطيني زاويتين، لا هون أعطاني قوة وبده إيش؟ بده زاوية. طيب إحنا بنطبق قوانين متوازي الأضلاع زي ما هو مرسوم هون، هاي الـ 400. هاي الـ 400 عندي هاي ال 500 AC the component من A ل C، هسه هاي ال AC هاي ال 500 هي فعليا مش هيك مائلة ميلان، مائلة ميلان تجاه ال AC هيك AB 400 هي المحصلة، يعني زي كان فهاي راس وهاي راس. شو بعمل؟ ذيل هاي بحطه على راس هذيك زي هيك، بس بنحطها من الجهات هيك. كيف بدي اوضح؟ مش عارف صراحة. AB هاي AB هاي هي هاي هاي ال 400 هاي الزاوية ثيتا اللي هي معروفة اللي هي بالتبادل مع هاي. طب بنقدر نحكي انه هو بما انه في ال 400 عملنا زي بنات
فوق وتحت كيف؟ هي الفكرة إنه هو كيف عاملها هاي الأربعمية هيك هو زي كأنه ماد محور AB زي هيك هذا كامل محور AB هذا AC مثلاً وبعدين طبق متوازي الأضلاع وين من الجهة اللي فوق من هاي الجهة من جهة المحصلة يشوفي كيف نهاية FAB اعتبر هاي FAB FAB وهاي نهايتها FAC تأبصر كيف عمل FAC هاي هي FAC المفروض هاي FAC مش هاي العمودية هاي هي الفكرة FAC هي عبارة عن المائلة مش عارف كيف صراحة هاي الأربعين الأربعين هاي معروفة هاي هيك أربعين أربعين ثيتا هاي الزاوية كمان مش تسعين راح تكون ساين ثيتا على 500 هاي الثيتا أنا مش بس الفكرة برضو مش عارف ليش هاي 500 إذا حشوفها بعدين أعملها فيديو شو رأيك إنه مش عارف الفكرة كيف خلاص تمام ما في مشكلة عادي انه الابصر يعني هي رسمته كمان مش منطقية يعني هاي 400 عرفنا كيف الاف اي بي عرفنا كيف هاي 500 بحسن هاي قلبي شوف هيو بالسؤال كاتب 500 باوند عارف ال 500 باوند بس ايش حكى لي دايركتد من اي لسي حكي لي من اي لسي هاي الاي وهاي السي فبدها تكون فعليا هيك مائلة انا صراحة لو وقفت عليه انه ما عرفت ارسم الشكل الرباعي لانه قلتك معجوبه فراح اشوف ان شاء الله راح اتاكد من الوضع لانه يعني هاي اي سي المفروض مالي هو عاملها مستقيمه هاي الفكره بس يعني لو حكى لي انها هي الكومبوننت وحكى لي انها عموديه على واي يعني زي هيك يعني نعرف بس هو في شيء مبهم بس راح اشوف ان شاء الله من هون للمساء يعني بس اخلص المراجعه بشوفه بس نكمل على المتجهات ل 3D راح اشوف اعمله فيديو على جروب مشان الكل يشوفه هسا زي ما حكينا هون اف كوساين اوف ساين في عندي فكره المثلثات اليوم شرحت فيديو كمان انه اعمل شبه مثلثات او احكي انه هاي الزاويه نفسها هاي عرفنا القاعده هاي اساس بالتالي بي على اف واي او الكبير على الصغير ما عنديش اي مشكله يساوي الـ A الـ Fx وتساوي القوة هاي كاملة على الوتر الصغير أو العكس يعني C F هو المفروض أنه أحكي الكبير على الصغير بس مش مشكلة طلعك هيك بعرف كيف أحلل كيف إذا معي F معي C والـ A بقدر أطلع Fx و Fy وأشرحت اليوم بالتفصيل فهسا في عندي مصطلح إشي اسمه كارتيزيان فيكتور كارتيزيان فيكتور يعني إنه مثلا عندي الـ F تساوي Fx الـ X بأخذ رمز اسمه I والـ Fy بأخذ رمز اسمه J ولو عندي 3D بكون عندي Fz بكون اسمه K فFx Fy Fz هذا فيكتور فيكتور إشارة الفيكتور هاي لا ننساها هسا هاي F كم متجه هاي معنى كارتيزيان فيكتور إني أمسك أحللهم الـ Fx إيش بتساوي مثلا حسب هاي الرسمة F كوساين ثيتا هاي بحطها هاي وال F Y F ساين ثيتا فيش هون F Z فبالتالي زائد صفر هسا عرفنا كوساين وساين وعرفنا F كفكتور هسا لو بدي لو أنا أعطاني السؤال زي هيك بدنا نرجع على الشكل الأصلي بكل بساطة بحكي له F مقدار تساوي الجذر التربيعي تربيع F X تربيع زائد F Y تربيع طيب أنا من وين جبت هذا القانون يعني أنا بدي أجيب تفسيره بدي أفهم كيف أجا ببساطة هذا مثلث قائم الزاوية هذا مثلث قائم الزاوية إحنا نعرف إنه الوتر تربيع F تربيع يساوي ال X تربيع F X تربيع زائد F Y تربيع اللي هي هذا قلنا الخط الاف واي تربيع هاي الاف واي فبالتالي هاي الواي اف واي تربيع
تأخذ الجذر F تساوي الجذر الطبيعي. هاي فكرة من وين أجهز القانون. طيب الثيتا كيف تطلعها؟ ترى أقول له ثيتا بتساوي تان الانفرس واي ثيتا، يعني الثيتا شو بتساوي؟ الواي على الإكس. بقدر أقول له تان انفرس اف واي على اف إكس، أو بقدر أقول له مثلا ساين الثيتا تساوي ساين الانفرس مثلا إيش؟ شو ساين الثيتا بتساوي؟ المقابل اف واي لا اف. بس ما بحب الشيك خلص، بما انه معي اكس وواي باخذ دائما تان انفرس، وبقدر احكي كوساين انفرس لاف اكس على اف. ما بفضل اطبق ساين انفرس وكوساين انفرس، دائما خلص خذوها تان انفرس الواي على اكس. هاي تفسيرها كيف جبناها. اذا كان عندي مثلا 2 دي حطيناها، هذا بسموه جي وهذا بسموه اي، لو عندي اكثر من قوه قللهم f x of y، وبده المحصلة كلمة محصلة يعني f resultant يعني محصلة بساوي مجموع f ال x جهات زائد مجموع f ال y جهات زائد مجموع f ال z إذا كان 3D بيكون كهات. بس طلاب ممكن تخربط بإشي، وهذا سؤال أجل سنوات الفصل الماضي اليوم حليناه. كيف بتخربط؟ بكل بساطة هسا احنا حكينا FR يعني مجموع القوة على X بالنسبة لل X، ومجموع القوة على Y بالنسبة لل Y، ومجموع القوة Z بالنسبة لل Z. بس انا لو كان عندي قوة، انا زي السؤال السنوات لو بدي ارجع احل اشرحه بالتفصيل شوي اروح له، هو هذا السؤال. السؤال اجل الصيفي قبل سنتين، السؤال لفع موية سنة اخذها بس قبل سنتين مرة واحدة وجاب هذا السؤال. السؤال حكالي الماجنيتيود الريزلتنت فورس يعني القوة المحصلة مقدارها 80 دايركتد فاليو على اليو اكسس، يعني زي كأنه اف ار هيك، هاي هي الاف ار، اف ار مقدارها 80، هاي مقدارها 80. قال لي اوجد قيمة اف، هاي اف الدايركشن تبعها. لاحظ انه انا عندي بس مجهولين، فبالتالي مجهولين بقدر احل السؤال كانوا 2 دي. هسه وشو أعطاني؟ أعطاني المحصلة. إحنا بنعرف إنه القانون اللي كتبته قبل شوي مجموع F الـ R بتساوي مجموع F الـ X زائد F الـ Y زائد F الـ Z. يعني لو بدنا نحكي شو مجموع F الـ X، نحكي مثلا 50 زائد F كوساين ثيتا ناقص، لأنه هاي لليسار هاي 90، هاي الزاوية ثيتا كوساين 3 على 5 ناقص 90 في 3 على 5. هسه هون عندي مجهول كوساين الاف. هسه مجموع اف الاكس ايش هي؟ مجموع اف الاكس اللي هي قيمه المحصله بالنسبه لاكس، يعني اذا كنا مسكت المحصله هاي حطيتها على محور اكس، يعني كم هاي؟ يعني مجموع اف الاكس يعني تحليل المحصله على محور اكس، حطينا المحصله مقدارها 80، ف 80 كوساين 45 هاي كلها بحطها هون. الفكرة انه عندي طرفين، طرف يمين وطرف يسار. هسه الطرف اليسار عبارة عن محصلة، انا اكتبها كتابي يمكن افضل، المحصلة مركبات يعني بيساوي هاي مثلا الطرف يمين بيساوي القوة نفسها، تحليل القوة، تحليل القوة، هاي القوة منفردة يعني كل قوة لحالها هاي القوة المحصلة بطرف والقوة لحالها بحللهم طرف. هاي فكرة السؤال، يعني حكينا 80 كوساين 45 بحطه بطرف، قوة لحالي 50 وأف كوساين ثيتا ناقص 90 في 3 على 5 بحطها بطرف. طيب بروح بالنسبة لواي نفس الطريقة، أف ساين 45 90 80 ساين 45 بحطها بطرف، والقوة المنفردة لحال الطرف، ال 50 ما بتحلل، أف بتحلل لأف ساين
والتسعين هاي تتحلل تحت سالب تسعين في أربعة على خمسة. أي هاي بس الفكرة الوحيدة فما من التوتي إنه القوة لحالها لحال بطرف والمحصلة بطرف. طب هو شو بده مني؟ طلب مني F وثيتا صار مجهولين، بخلي F سين ثيتا لحال و F كوسين ثيتا لحال، أقسمها مع بعض بتطلع معي الثيتا، بعوض ثيتا بإحدى المعادلات طلع لي قيمة الـ F. فكرة السؤال بس ليش أنا عملت هيك بس بهذا السؤال؟ لا هو إحنا فعليا بنعمل هذا الإشي بكل الأسئلة، بس أصلا هو بكل الأسئلة دائما بطلب القوة المحصلة، ما بطلبش قوة حالها قوة منفردة. يعني عادي نجي على السؤال اللي فوقه الـ resultant force، ممكن هذا نفس الفكرة، قال لي 750 أوجد الأف والثيتا نفس الطريقة ولا بغير أي شيء. إيش القوة المحصلة؟ اختار 750 على البوزيتيف إكس أكسس، يعني أف آر اللي على البوزيتيف إكس أكسس، يعني هي عبارة عن بس سيجما أف إكس زائد سيجما أف واي عن أي وجي. قال لي إيش؟ على البوزيتيف إكس، البوزيتيف إكس يعني ما في عندي إشي على واي، يعني مجموع الأف واي كامل هو زيرو. طيب سيجما اف اكس هو عباره عن الاف ار، يعني 750 شو بدها تساوي؟ كل شيء على اكس، شو عندي على الاكسات؟ كوساين ثيتا، وعندي 600 كوساين 45 325 في 5 على 13 طبعا زائد زائد. وبعدين الصفر لانه مجموع الاف واي بطرف، كل شيء بتحلل على واي بطرف، 325 في 12 على 13 اف ساين ثيتا سالب 600 ساين الخمسة وأربعين، وطلع الباقي. بعدين نفس الطريقة بخلي أف ساين الطرف وأف كوساين الطرف وأقسمهم على بعض. يعني هذا السؤال اللي رقمه 7، السؤال رقمه 7 اللي بس حلل كل واحدة على الإكس والواي، أف 3 بحللها ساين وكوساين، أف 1 محلل جاهزة وأف 2 بحللها. وجد المحصلة لهذول الثلاث 300 و400 و250، بخلي كل واحدة بحلل كل واحدة على X وكل واحدة بحللها على Y، بعدين الإكسات بجمعهم لحال الوايات بعدهم لحال، كأنا طلعت إيش الماجنتيود كفكتور، بأخذ لهم الجذر الطبيعي بطلعها كمقدار، وباخذ ثاني الإنفرس الواي على X بطلع عليه. بس أغلق كل أفكار التوكي شايف فكرة كل أفكار زي شيء غلبة. بس الكارتيزيان فكتور احنا حكينا قبل شوي من الـ Y على X اللي بالواي على اكس، الكارتيزيان فيكتور اي وجي وكي. هسه بالـ 3D، هسه الـ 3D مش راح يكون سهل نحدد الزاويه زي هاي، خلاص مثلا هاي الثيتا بقدر اطلعها، ممكن 3D النظر ما في ثيتا ما بعرف اذا انها منفرجه او حاده، بقدر اعرف اذا انها منفرجه او حاده مثل ما عرفنا بالـ 2D لما حكيت عندي هذا اكس وهذا واي، عندي قوة زي هيك وهي الزاوية ثيتا، كنت أحكي هذا الخط نفسه أف واي، خط هيك بكون مظلل، هذا الخط نفسه أف إكس. صوتي راح اسمع شيء. كمل. طيب فهي أف واي وهي اف اكس، الخط هذا موازي لواي، فبالتالي موازي لواي بعرف انه ايش؟ انه هذا على الواي الموجب، هذا الاف اكس موازي لاكس معناته هذا اف اكس الموجب. طيب يجي على 3D، هذا الاشي مهم كثير وكثير طلاب يخربطوا فيه. عندي هذا المتجه، متجه ايه؟ اعطاني هيك ورسم لي هو خطوط موازي للمحاور، رسم لي خطوط موازي للمحاور، حكى لي مش هذا السؤال اللي رسم الخطوط الموازية للمحاور، دقيقة ولا هذا مثلا، هاي الفكرة أنا بس بدي أوصل بالـ 3D لهاي الفكرة، بس على كل أسئلة راح نصير عن نظر نعرف إذا هاي الزاوية موجبة الزاوية منفرجة أو حاد، يعني بالتالي أعرف إنه الـ FY أو الـ FX أو الـ FZ سالبة أو موجبة. هسا أنا عندي هاي قوة F مقدارها 200، F هاي مقدارها 200، طب أنا هسه هاي أحللها على X و Y و Z مش على X و Y زي قبل شوي، طيب أنا بدي أعرف هي بدي أحللهم أنا على X الموجب ولا Y الموجب ولا X السالب و Y السالب،
بكل بساطة بطلع على الخطوط اللي نازلة من الرأس. عندي هذا الخط موازي لأي محور؟ هذا موازي زد الموجب، فبالتالي F زد رقبتها موجبة. بروح على الواي، بروح على هذا الخط، هذا الخط موازي لإيش؟ موازي لX الموجب، بالتالي F الX برضه موجبة. وكاد عرفت أنه موازي لX السالب، ثم أدلي زي هيك والخط بيكون هون. طيب سبب في مثال ثاني نشوفه. طيب روح على الخط موازي لواي، وين خط موازي لواي؟ هذا، هذا موازي لأي واي؟ موازي لواي الموجب، إذا اف واي موجبة. طب أنت هسه لما تشوفها هتقول لي والله ألفا هاي كاملة، هتقول لي هاي مبينة أنها منفرجة. لا، راح أقول لك لا، نظر ما بفيدني، فيدني أنا الخطوط موازية. يعني من الرواة سؤال ثاني، أنا بس بدنا نعرف كيف نطلع موجب أو سالب، وبعدين نرجع نحل ونعرف كيف نحل يعني فريدي. عبد الرحمن يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا المحاور بيكونوا مرسومين هم الموجب دائما، هيك اعتمد. أكيد. مرات ما بيحدد لي إنه هاي بوزيتيف أو إنه مش بوزيتيف. لا لا، المحور المرسوم هو البوزيتيف أكيد، يعني إجباري. هسا في فكرة بنعكس المحاور، بخلي لي شيء إكس، خلي لي هاي واي، نخلي لي هاي الإكس، خلي لي هاي الزد. انتبه، إذا غيرنا المحاور مش دائما هي بتصير الإف إكس هون، بنعكس الإشي. ننتبه لشغلة المحاور كمان، ممكن يبدلهم. إحنا متعودين إنه الإكس مثلا بهاي الجهة، لا ممكن يخلي لي الإكس بالجهة الثانية. فلما أحل كوساين وساين أعرف وين أحلل، أو مش كوساين وساين، ما أوجد كوساين إنفرس لألفا وبيتا وجاما. لا لا، بحكيش عن الزوايا، أنا بحكي عن بشكل عام المحاور ممكن يبدل لي إياهم. وكيف أعرف إذا هاي الزاوية منفرجة أو حادة؟ حتى هاي بعرفش إنه منفرجة أو حادة. هاي الألف الكبيرة تبين ليش إنه هاي منفرجة أو حادة. كيف بعرف؟ شوف الخطوط الموازي للمحاور اللي نازلة من رأس الأف. هاي نازلة من رأس الأف ضد موجب، هاي نازلة من موازي للإكس الموجب، معناته هاي إف إكس تكون موجبة، وإف واي إف واي موجبة. شو بستفيد؟ طيب هسا بس إن هسا هذا السؤال راح نرجع له لما نحل. هسا كيف نحل 3D؟ 3D في عندي حالتين، ثلاث حالات، حالتين نأخذهم بسكشن، وحال نأخذها بسكشن لحال اسمه البوزيشن فيكتور. أنا لو عندي فورس مثلا، مش عارف هون مكتوب، مش راح بكتاب. لو عندي فورس زي هاي، هاي الفورس الزرقاء هي A، قال لي حلل لي اياها على X و Y و Z. أنا بكل بساطة شو بحكي له؟ بقول له F X دائما بتكون المحصلة في كوسين الزاوية النائمة من محور X، يعني F في كوسين ألفا. طيب F Y بقول له F كوسين ثيتا، و F Z F كوسين جاما. بس دائما بال 3D ما في عندي ساين بالحالة هاي، كله كوساين. ليش؟ إلى تفسير معين، لأنه هي إحنا بنعرف إنه الزاوية الناعمة مع محور X أو مع المحور هي اللي بتأخذ كوساين، فهون كله دائما بيعطيني الزوايا المائلة مع المحور. بس ممكن هسا في عندي قانون، هسا القانون بحكي لي بدي نعرف عندي المتطابقة الأم اسمها ساين تربيع X زائد كوساين تربيع X تساوي واحد. هاي متطابقة الأم من الرياضيات. هسا حكيت إنه ثيتا المتممة X، بقدر أبدل ساين أو كوساين واحدة منهم زاوية ثيتا. يعني قلت له كوساين تربيع ثيتا زائد كوساين تربيع الإكس تساوي واحد. هاي متطابقة الأم بشكل ثاني، إنه أخذ المتممة لإكس ببدلها بدل الساين، يعني كوساين تربيع الزوايا اللي بشكل تساوي واحد. في الـ 3D على نفس الفكرة، بس بدل الزوايا واحدة سماها ألفا، واحدة سماها بيتا، واحدة سماها جاما. ألفا اللي بتنام مع إكس، وبيتا اللي بتنام مع واي، وجاما اللي بتنام مع زد.
اللي هن أمين مع فورست يعني. طيب هسا عندي قانون، أهم قانون بالمادة الـ 3D، عارفه إيش هو؟ هو القانون إنه كوساين تربيع ألفا زائد كوساين تربيع ثيتا اللي هو من المطابقة الأم، هز قلت لكم كيف أجا، زائد كوساين تربيع جاما يساوي واحد. بس أنا لو أنا معطيني زاويتين، معطيني مثلاً بيتا وجاما، أقدر أطلع ألفا من هذا القانون. يعني مش دائماً ممكن يعطيني ثلاث زوايا، بيعطيني زاويتين، شرط يعطيني ثلاث. هذا المثال اللي تحته. هسا أنا لما أحل هذا، أنا أعطاني بيتا وجاما. هسا هاي قيمة وهاي قيمة، بحط من الواحد بيعطيني كوساين تربيع مثلاً الألفا يساوي قيمة، مثلاً يساوي نص مثلاً. أقول له أنا كوساين ألفا زائد أو سالب نص. ليش؟ إنه إحنا نأخذ جذر التربيع نسافش الإشارات. كالكولس وان. يب. أنا مصارم مع كوساين ألفا زائد أو سالب. بس الكوساين كان موجب يكون الزاوية من حاد، يعني بين الصفر والتسعين. أما طبعاً هي العكس هيك. مش من فكرة بين الصفر والتسعين. أما إذا كان الكوساين سالب يكون الزاوية أكبر من التسعين. يبقى أنا راح أتحير، راح أصير أحكي طيب كيف تعرف إذا أنها هاي موجبة أو سالبة؟ كيف تعرف إذا أنها موجبة أو سالبة؟ راح نلتزم بالخطوط اللي شرحت عنهم قبل شوي. زي هذا السؤال، هذا السؤال أنت لو تشوف الشكل راح تقول لي ألفا هون منفرجة مباشرة، بحكي الكوساين سالب، راح أقول لك غلط. ليش؟ أنه أنت ما انتبهت على الخطوط السوداء. فهون معطيني زاويتين 60 و 45، بقدر أطلع ألفا، بقدر أطلع ألفا، بقول له كوساين تربيع 60 زائد كوساين تربيع 45 زائد كوساين تربيع الألفا يساوي واحد. فهاي بطبق القانون، هيو بالأحمر يطلع معي كوساين ألفا زائد أو سالب نص. فأنا إذا زائد تكون الزاوية 60، إذا سالب تكون الزاوية 120، وأخذ 60 ولا 120، أنا ما بعرف إلا لا أعرف إيش الخطوط هاي. هاي ألفا اللي هي الزاوية المائلة مع محور إكس، هاي مع محور إكس، محور إكس مائل موجب ولا سالب؟ مع إكس الموجب، بالتالي بأخذ الزاوية اللي بتعطيني كوساين موجب، بالتالي كوساين ألفا يساوي نص، بأخذ الإنفرس إلها بتطلع معي ألفا 60. هاي الفكرة. عبد الرحمن هسا أنا بشوف القوة يعني بتقابل أي محور، يعني أنا بقارن مع القوة مع المحور مثلاً X Y Z هيك. بقارن بشوف إن هي على X الموجب ولا السالب، لأنه هاي لو كانت على X السالب بأخذ 120، بس هاي على X الموجب فأخذ 60، وهاي لما حل هيو موجب موجب موجب، ثلاث موجبات. فهاي كثير طلاب بخربطوا فيها إنه يعني الألفة ها أنا وأنتي وألف واحد بحكي زاوية منفرجة، بس الـ 3D ما بنحكم عليه بالنظر، ما بنقدر نحكم عليه بالنظر، ما بنقدر نحكم عليه إلا بخطوط الإسقاط اللي معطيني إياها. هاي بكون لازم أعطيك إياه بالسؤال، إذا ما معطيني إياه بقدرش أحدد. مثلاً هاي F1، لو فرضاً ما أعطانيش القيم تبعها، زي هيك خبالي إياهم، وأعطاني إياهم بالسؤال إنه إذا الـ FX تساوي كذا، F1 تساوي كذا، F1 تساوي كذا، بس ما أعطاني اتجاهات. هسا الخطوط اللي طالعة من F1 طالع واحد موازي لـ Z، فأي Z فيهم؟ Z الموجب. أي زد واي بلين، هذا زد واي بلين، فبالتالي اثنين موجبات لانهم ايش؟ الاثنين موازيين صح، للواي الموجب والزد الموجب. مظبوط. هسه لما تروح على الاف2 بتلاحظ انه واحد موازي لمين؟ واي السالب، طلع هون الصفر، وبالتالي هذا واي السالب صح، فبالتالي اف واي مظبوط، اف واي اجباري تكون سالبه. طيب نروح اف اكس، اف اكس مالها موجب، موازي الموجب، اف زد ايش موجبه؟ لاحظ شو معطاني اياها، 50 سالب 100 100، ايش اجباري تطلع سالبه. ويعني من وين جاب هاي السالب 100؟ فعليا من انه شاف شو خطوط الموازيه. هسه الزاويه بتكون محصوره مع الواي سالب راح تطلع اجباري. هسه هاي خذ المحصله اللي افتو واحكي كوساين انفرس السالب 100 على المحصله بتطلع معك منفرجه. اصلا لازم تحط الاشاره 3D، بتحط اشاره وصلت يعني وصلت. مثلا هون هسه شغلة الإسقاط هسه بشرحها. مثلا هذا المسقط، هذا الخط معطيني خطين طلعت منه، واحد مع واي السالب وواحد مع، هسه مش معطيني بس واضح الموازي لإكس الموجب. فلما تحل
طلع الاكس الموجب اخذها موجبه وقفل واي لما حلها هي طاحلها سالب. يعني الخطوط الخطوط هي اللي بتبين لي هاي بننزل على واحد في البروبلم. هذا ما اعطانيش خطوط بس اعطاني زوايا. خلص بما انه اعطاني زوايا اغنتني عن الخطوط. ليش؟ انه 120 كوساينها سالب فاف 1 بتكون سالب كوساينها. يعني عادي. يعني مثلا هذا السؤال كثير 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 ناس سألوا عنه. يعني كل فصل بسألني عنه واحد. هاي الاف الاف يعطيني زاوية 60 وزاوية 60 فبالتالي يعطيني زاويتين. بدي اعرف شو الزاوية ما إلي مع مين؟ مع محور واي. هم يعطيني الزاوية مع اكس اكس السالب طبعا يعطيني مع اكس سالب ويعطيني مع زد الموجب. ايش انا بدي؟ اطلع على هاي الزاوية. هاي الزاوية كده طلع رايحة نفس قانون الكوساين تربيع زائد كوساين تربيع زائد كوساين تربيع بيطلع معي كوساين زائد او سالب. طيب ايش احدده؟ احدده انه الزاويه تطلع معي منفرجه ولا حاده. بس بتقدر تحكي لي عن النظر بتطلع 120 بس قلنا النظر ما بيحكم معي. كيف بعرف؟ هو على المحاور اي اكس السالب فبالتالي اف واي بتطلع معي سالبه. هسه في الاكس بتطلع هم يعطيني خط موازي لاكس السالب اكس الموجب هاي بتطلع بالتالي هذا اكس السالب بالتالي اكس كمان سالبه. أنا ما بحكي كوساين 60 أفريم بحكي كوساين 120 وبقول له كوساين سالب كوساين 60 عادي. وأف زد إيش معطيني هو؟ مائل مع زد زد الموجب موازي لزد الموجب فبالتالي أف زد تكون موجبة. هاي فكرة الخطوط الموازي لازم ننتبه لها خاصة بالاحتياثيات كمان بالدرس اللي بعده. الرحمن بالله يتعيد هذا السؤال. هذا السؤال يعني هون سيجما بتطلع سالب. ايش سيجما؟ اللي هي اللي باخدها مع اف اف مع مع واي. مع واي لازم تطلع معي سالب ودليل الخط هذا ايش مع واي السالب وهذا الخط مع اكس السالب وهذا الخط مع زد الموجب. هيو هذا السؤال رقمه اف 14 لو دروا على اخر الكتاب. تمام دروا على اف 14 طلع على حله طلع لي انه زائد او سالب الكوساين بيتا زائد او سالب كذا فبالتالي اخذ البيتا 135. ليش؟ لا يعني ليش اخذ السالبه؟ ليش اخذ السالبه؟ لانه احنا عرفنا المحور سالب. هيو لما طلع طلعت المركبه على واي سالبه مركبه على اكس سالبه ثم الزد شو طلعها؟ موجبه. وعرفنا وهي فسرناها قبل شوي. طيب يعني هيك عرفنا اول شيء ال 3D اول حاله بيعطيني اياها بيعطيني زوايا وبقول له كوساين كل زاويه ايش مع المحور الموجب تبعه بطلع كارتيزيان فيكتور اذا عندي اكثر من قوه بجمعهم زي 2D بعدين باخذ محصله. بس فرق عندي انه لما اوجد لما اوجد الثيتا الالفا والبيتا والجاما دائما باخذ يجي اسمه ال اف اكس على القوة المحصلة مكتوب تمام. هسه بعيده كمان مرة اف اكس على اي سؤال هذا هو اللي رحنا له قبل شوي والبيتا بنقول له اف واي على اف والجاما زد على اف تمام. هذا القانون هذا الاشي انه المركبة المحصلة بنسميه شيء اسمه يونت فيكتور. هذا مهم جدا مشان اطلع احداثيات مشان اطلع اي شيء بستعمل يونت فيكتور. يونت فيكتور هي عباره عن اليونت فيكتور بيساوي فعليا كوساين الزاويه. يونت فيكتور بيعطيني كوساين الزاويه. يعني بدي اليونت فيكتور على اكس باخذ كوساين الفا بدي اليونت فيكتور على واي بطلع كوساين بيتا بدي اليونت فيكتور لزد بطلع كوساين جاما. طيب قبل شوي طيب هذا السؤال موجود بالدراسية إذا مشان الحل هسا هذا السؤال أنا كيف بدي أحله؟ أنا شفت السؤال عندي زي هيك بطلع أنا بدي أطبق قانون اف اكس تساوي اف ساين الفا أطبق اف واي تساوي اف ساين الفا اف كوساين بيتا أطبق اف زد تساوي اف كوساين جاما. طيب بطلع معي الالفا معطيني 60 مع محور اكس السالب فايش هي عن اكس الموجب بدها تكون 120.
بقول له اف اكس بتساوي 500 في كوسين 120 تطلع معي سالب سالب رقم. بروح على الاف واي بس كوسين بيتا معطيني زاويه مائله مع محور اكس الموجب مع واي الموجب، بقول له لا، بالتالي بروح بطبق علاقه كوسين تربيع للالفا اللي هي مثلا 60 او 120 عادي ما هي تربيع، زائد كوسين تربيع البيتا زائد كوسين تربيع الجاما الجاما اللي هي 60 برضو ايش بيساوي؟ 1. فهسا لما اطبقهم يطلع معي كوسين بيتا يساوي زائد او سالب رقم اللي هو 0.707 هي ال 45 فعليا. هسا بدي اخذ الموجب الا السالب، انا ايش بعمل؟ بطلع على الاف، الاف لما اشوف شو الخط احنا ايش هاي بيتا، بيتا يعني واي، بروح على واي، واي معطيني الخط هذا، هذا الخط اللي بدي ارسمه بالاصفر هذا يعطيني اياه مع واي الموجب ولا واي السالب؟ يعطيني اياه مع واي السالب، فبالتالي باخذ السالب فبتطلع كوسين انفرس للسالب 0.7 بتطلع معي بيتا 135. الميتنج راح يطفي، ارجعوا ادخلوا على نفس اللينك، عم ادخل على نفس اللينك واحكي لي هناك على اللينك الثاني المره الجايه، احكي لي اذا وصلت او لا، بس راح الغيها واشبك واحد ثاني وراها مباشره، راح تكون هي اخر مره ان شاء الله نخلص اللينك.